السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. غادي نشوفوا واحد الكسيوم اخر في مجال علوم التربيه، وهذه المره غادي يكون على تقنيات التنشيط التربوي، اللي غادي نشوفوا ابرز التقنيات اللي كاينين وكذلك يعني المميزات ديال كل واحده منهم انطلاقا من هذا الكسيوم. هذا السؤال رقم 1: يوظف المنهج توليدي السقراطي في التعليم على انه الف وسيله تعليميه، باء طريقه تربويه، جيم بيداغوجيه، دال طريقة ديداكتيكية. جيد، الجواب الصحيح هو الجواب الأخير، دال طريقة ديداكتيكية. وهنا أعطيكم التعليل ثم المصدر. المنهج السقراطي يعتبر طريقة ديداكتيكية لأنه يركز على التفاعل المباشر بين الأستاذ والتلاميذ أو المعلم والطلاب، ويشجع على توجيه الأسئلة وتنمية المهارات الفكرية لديهم من خلال الحوار والمناقشة. المصدر هو من ليبمان ام 2003، Thinking in Education، كامبريدج يونيفرسيتي بريس. السؤال رقم 2: تعني تقنية تنشيط المسمات بالعصف الذهني الف محاكاة موقف بتقمص دور ما، باء توليد افكار قد تكون متناقضة او متفاوتة، جيم تقسيم سداسي لمجموعات التنشيط، دال التفكير والمزاوجة والمشاركة. جيد، الإجابة الصحيحة الإجابة الثانية، توليد أفكار قد تكون متناقضة أو متفاوتة. والتعليل هو أن تقنية العصف الذهني تهدف إلى توليد أفكار غير تقليدية ومتنوعة، وقد تكون هذه الأفكار متناقضة أو متفاوتة لتحفيز التفكير الإبداعي واستكشاف حلول جديدة للمشكلات. والمصدر هو كتشوفوه تمايا قدام عينيكم. السؤال رقم 3: يعتبر التعليم المبرمج من آليات ألف طريقة الحوار السقراطي، باء طريقة التعلم الذاتي، جيم طريقة المحاضرة، دال طريقة المناقشة. جيد، الإجابة الصحيحة الإجابة باء، طريقة التعلم الذاتي. فالتعليم المبرمج من آليات الطريقة ديال التعلم الذاتي. السؤال رقم 4: من مميزات طريقة الحوار السقراطي في التعلم أنها ألف توظف الحوار لنقل المعرفة إلى المتعلمين، باء تدفع المتعلم إلى مناقشة مسلماته المعرفية، جيم توظيف الحوار لتؤيد أفكار مجردة، دال تعويد المتعلم على الإنشاء الحواري. جيد، الجواب الصحيح هو الجواب الثاني، تدفع المتعلم إلى مناقشة مسلمته المعرفية، فهي ترتكز أكثر على المناقشة من الحوار. يعني الحوار كذلك من المرتكزات ديالها، ولكن خاص يكون الحوار على شكل مناقشة بين المتعلمين أو لا بين المتعلم والمدرس. والتعليل هو قدامكم مع المصدر كذلك. السؤال رقم 5: ما هي التقنية التي تستخدم لتحفيز التفكير الإبداعي وتشجيع الأفكار المتنوعة والمبتكرة؟ هل هي ألف فيليبس يعني 6x6، أم باء العصف الذهني، أم جيم حل المشكلات، أم دال لعب الأدوار؟ هذو كلهم راه هما تقنيات ديال التنشيط. جيد، الإجابة صحيحة الإجابة الثانية، العصف الذهني. أن العصف الذهني هو نهج يشجع على إطلاق الأفكار وتوليد حل للمشكلات من خلال التفكير الإبداعي. والمصدر هو كتشوفوه قدام عينيكم، Teaching and Learning Strategies. السؤال رقم 6: أي تقنية تعتمد على إشراك المتعلمين في محادثات هادفة لتحقيق أهداف تعلم معينة؟ هل هي ألف تقنية جميع 3x4، أم تقنية المحادثة، أم تقنية فيليبس 6x6، أم تقنية التنشيط الفكري؟ ممتاز، الجواب الصحيح هو الجواب باء، المحادثة. وكتعليل، فإن المحادثة تشجع على التفاعل وتبادل الأفكار بين المتعلمين لتحقيق الأهداف ديال التعلم المحددة. والمصدر هو The Power of Classroom Discussions اللي كتشوفوه يعني على الشاشة. السؤال رقم 7: ما هي الطريقة التي يمكن استخدامها لتعزيز التفاعل بين المتعلمين من خلال تحميل مسؤوليات محددة لكل متعلم أو لكل فرد؟
ألف، هل هي تقنية العصف الديني، أم باء تقنية حل المشكلات، أم جيم تقنية لعب الأدوار، أم دال تقنية المناقشة على مراحل؟ جيد، الجواب الصحيح هو الجواب جيم، تقنية لعب الأدوار، لأن لعب الأدوار يشجع على تحميل مسؤوليات محددة لكل فرد، مما يعزز التفاعل والمشاركة الفعالة. والمصدر ديال المعلومة هو الرول بلاين از تيتشين استراتيجي اللي كتشوفوه على الشاشة. السؤال رقم 8، أي من الأساليب التالية تشجع على استخدام الألعاب لتعزيز عملية التفكير وتحقيق أهداف التعلم؟ هل هي ألف حل المشكلات، باء فيليبس 6 في 6، جيم تجميع 3 في 4، دال لعب الأدوار؟ جيد، الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية، فيليبس 6 في 6 هي اللي كتشجع على استخدام الألعاب من أجل تعزيز عملية التفكير وتحقيق أهداف التعلم. والتعليل لأن فيليبس 6 في 6 تعتمد على استخدام الألعاب لتحفيز التفكير وتحقيق أهداف التعلم المحددة. والمصدر هو Effective Teaching Strategies for 21st Century Skills اللي كتشوفوه على الشاشة ديال الفيديو. السؤال رقم 9، ما هو النهج أو الطريقة التي تعتمد على تفكيك المهمة الكبيرة إلى مهام صغيرة ومعالجتها على مراحل مختلفة؟ هل هي طريقة ولا تقنية المحادثة، أم تقنية حل المشكلات، أم تقنية تجميع 3 في 4، أم تقنية التنشيط الفكري؟ ممتاز، الإجابة الصحيحة الإجابة 3، جيم 3 في 4، وتقنية التجميع هي اللي كتركز على تفكيك المهمة الكبيرة إلى مهام صغيرة وكتعالجها يعني مرورا عبر مراحل مختلفة. والتعليل هو أن تقنية التجميع تقسم المهمة إلى مهام صغيرة وكتعالجها على عدة مراحل لكي تكون سهلة وغير معقدة. والمصدر هو اللي كتشوفوه على الشاشة، Applying for the Step Problem Solving Model in Elementary Math. السؤال رقم 10، أي تقنية تعتمد على جميع المعلومات المتنوعة وترتيبها بطريقة منطقية لتحقيق هدف تعلم محدد؟ هل ألف فيليبس 6 في 6، باء تقنية التنشيط الفكري، جيم تقنية المحادثة، دال تقنية التجميع؟ جيد، الجواب الصحيح هو الجواب الأول، فيليبس 6 في 6، والتعليل والمصدر هو كتشوفوه الآن عبر الشاشة. السؤال رقم 11، ما هو النهج الذي يركز على تعزيز التواصل وتنمية مهارات التفكير النقدي من خلال مناقشات الأفكار والآراء؟ ألف المناقشة على مراحل، باء لعب الأدوار، جيم التجميع، دال العصف الديني؟ جيد، الجواب الصحيح هو الجواب ألف، المناقشة على مراحل. وبالنسبة للتعليل اللي هو الجواب ثم المصدر فهو كيظهر على الشاشة أمامكم. السؤال الأخير، أي من الأساليب أو التقنيات التالية تعتمد على استخدام مجموعة من التقنيات لتحفيز الإبداع وتوليد أفكار جديدة؟ هل هي ألف تقنية لعب الأدوار، باء تقنية حل المشكلات، جيم تقنية المحادثة، دال تقنية العصف الديني؟ ممتاز، الجواب الصحيح هو الجواب دال تقنية العصف الديني. وبالنسبة للتعليل اللي هو نيت الجواب زائد المصدر فهو يعني كيدوز على الشاشة.